بسم الله الرحمن الرحيم. الحفل الكريم الإخوة المتابعون في كل مكان، تحية صباحية نزفها لكم من عاصمة الميادين، حيث هذا النقل الحي المباشر عبر قناة ياس. شكرا مخرجنا حسين السيد في الإخراج والمتابعة المستمرة، والشوط السادس الذي انطلق منذ لحظات هو خاص ب هذه الانطلاقة وخاص بالمهجنات، انطلاقة جميلة وأداء مميز وكبير مشاهدينا في عاصمة الميادين ضمن هذه التجهيزات الكبيرة لمشاهدينا المهرجانات التي طرقت الأبواب. نعود ونتهي معكم المقدمة والمركز الأول والصدارة، الصدارة هناك مع الانطلاق الأول ومع مقدمة الشوط. هناك كيف لسلطان بن حمد بن عبيد بن حضيري من الاكتبي، هي التي بدأت تتقدم من البداية لتبدأ أي الحفل الكريم. ما زلنا معكم نتابع، وهذا هي ايضا شعار بن حضيرم كما ذكرنا اللي في المقدمة هنا، كيف التي ايضا متكيفة على هذا المركز لسلطان بن حمد بن عبيد بن حضيرم الاكتبي التي تليها مباشرة. ارى هناك الدخول والغدوم من قبل بشارة لسالم بن فارس العامري الذي يتقدم بهذه اللحظات. يا سلام، هذا هو شعار بن عفيرة. نعم، بن عفيرة الامر الذي تقدم، وهناك الدخول القادم والانطلاق المميز من قبل الوصول من قبل الشكل لحمد بن سلطان بن سيف المنصوري التي ماخذ زاوية من الناحية الاخرى للانطلاق، بينما نتابع القادمة في المركز الرابع والغدوم والتقدم الاخر من قبل وصول هناك التي وصلت الجاذية مشاهدي الاعزاء لسيل سيل بن ذعلب بن صقر العامري التي تقدمت هي الاخرى، بينما بجواره تماما هناك هوايل سليمان بن فهد بن صالح الجروان الذي بدا بالانطلاق، بدا بالاندفاع وبمعيتها في المركز السابع، وصول من قبل الهبيبه لمطر بن حمد بن صيان المنصوري الذي تقدم. شعار بن صيان ابو حمد متواجد، بينما ارى من الجانب الاخر الدخول والغدوم من شعار ابو حمد. هناك وصول فن لعلي بن حليز بن سعيد العفاري صاحب اداء جميل قدمه اليوم في هذا اليوم مشاهدينا، ايضا من خلال المشاركات التجهيزية في هذه ايضا البروف. الشعار الاقتصادي قادم، الشعار الاقتصادي شعار الرمود الذي بدأ ينطلق بحضور واداء مشاهدينا الاعزاء ومتابعة ابو خليفة. لو التحية لو التحية القوية. نعم، أداء مميز مشاهدي الأعزاء يقدم من الجانب الآخر. هذا الشعار دائما يظهر في الرموز كما شفنا مشاهدينا الكثير والكثير من الأسامي التي صالت وجالت مع هذه اللوحة الاقتصادية القوية مشاهدينا من خلال الجانب الآخر. مشاهدينا ايضا وصول المركز التاسع، ونرى هناك اللي هي نذكر بالفعل اسمها هناك مشاهدي الاعزاء التي وصلت في هذه اللحظات لسعادة فرج بن علي بن حمودة الظاهري، هي كذلك كما تابعناها ونتابعها مشاهدينا من خلال نعم هذا الرقم 17. نعم ظهرت لنا، وهذا اسمها الابدى. نعم هي بتبدا البدايه بتنهي نهايه مشاهدينا، حلوه النقله العاشره والدخول هنا مع مطفيه لبخيت بن هادي بن حويرب المنصوري، هو اللي غازم الاخر ابو هادي. نعم هو بالفعل اداء مميز، واداء مميز وانطلاق مميز وامتلاك ايضا نوعيات جميله مع ابو هادي. يا سلام لو التحيه. نعود مشاهدينا والمركز الاول مره اخرى والصدارة، والصدارة الله، شوفوا الغدوم، شوفوا من الناحية الأخرى التي وصلت وتسللت وانطلقت بهذا الانطلاق المميز الكبير. الشكل لحمد بن سلطان بن سيف المنصوري بو سلطان تربع بن درويش. نعم بن درويش تربع على عرش المركز الأول وشعار الطيارة. يا سلامي عليك يا بن درويش، يا سلامي عليك يا بن درويش.
الدرويش اللي قدمته الطيارة في أول انطلاقه. يا سلام على هذا الشعار، وصلت أبدأ، وصلت لتبدأ معركة الأداء الجميل بالشعار الاقتصادي الكبير لسعادة فرج بن علي بن حمودة الظاهر أبو خليفة. يا سلام عليك، شوفوا ما شاء الله، شوفوا هذه العلامة التجارية التي يحملها هذا الشعار الاقتصادي. المركز الثاني، هناك الدخول، هناك القدوم، هنا أيضا وصول من قبل الهبيبة لمطر بن حمد بن السيان المنصوري. هذه هي وصلة الأخرى لتبدأ معركة من المعارك. أيضا مشاهد الأعزاء التنافس والضماط في الميدان. نعود للرابع، الرابع التي وصلت هوايل لسليمان بن فهد بن صالح الجروان. بدأ أيضا مشاهد الأعزاء بجر المراكز المتأخرة إلى الأمام، ما شاء الله عليه. هنا وصول، قدوم، تقدم آخر، انطلاق آخر من قبل كيف لسلطان بن حمد بن حضيرم الاكتبي التي وصلت واحتلت المركز الخامس، المركز السادس. هنا أيضا دخول آخر وتقدم من قبل التي وصلت في هذه اللحظات روعة، بكل روعة وبكل أداء وبكل شعار أيضا رائع وجميل لمعالي علي بن محمد بن حماد الشامسي الذي تقدم في هذه اللحظات ووصول. ومن الجانب الآخر أيضا شعار أبو حمد، شعار علي بن حليس العفاري الذي أدى أداء ممتاز في هذا اليوم. نعم شفناه، وكل يوم يؤدي هذا الشعار، يطلع بنوعيات جميلة، بنوعيات فريدة، ما شاء الله وتبارك الرحمن. الكل متواجد، الكل حاضر، الكل على هبة الاستعداد لنطرق أبواب هذه المهرجانات. نعم هذه البروفة وهذا الأداء وهذا التجهيز لنقترب مشاهدينا من هناك طرق الأبواب للمهرجانات. الله الله الله، شوفوا الأداء. نعود للصدارة، نعود لأبدأ لنبدأ المعركة المبكرة مشاهدينا بهذه اللوحة الجميلة اللي في صدارة. هذا هو الشعار سعادة فرج بن علي بن حمود الظاهري، يتقدم، يصل لموقع الحقيقي، يصل لمكانته المرموقة، هذه المكانة التي يتطلع إليها كل مالك وكل مضمر وكل أيضا عاشق للهجن. دائما عينا على الصدارة وعلى الرقم واحد. هذه التي بدأت بالاندفاع، بدأت بالأداء، بدأت بموقعها الحقيقي لتقلع من هذا الموقع كالعادة مع هذا الشعار الجميل. المركز الثاني يا بن درويش، يا راعي الطيارة وراعي الأسامي القوية التي صالت وجالت. هنا بن درويش مع الشكل حمد بن سلطان بن سيف بن درويش المنصوري، يتقدم هو الآخر، والجماعة أيضا قادمين من المناطق والخلفية. اللي وصل مين؟ اللي بدأ يسلل مين؟ هناك مطر بن حمد بن هصيان، بن هصيان وصل وبمعية بن هصيان. هناك أيضا سليمان بن فهد بن صالح الجروان، وأيضا معاهم قادم مين؟ معاهم قادم مشاهدينا سلطان بن حمد بن عبيد بن حضيرم الاكتبي، يقدم لنا كيف ومتكيف هذا الشعار الجميل. وصل أبو حمد، وصل أيضا علي بن حليس، وصل علي بن حليس العفاري، بدأ يتقدم هو الآخر وبدأ ينطلق. هذا هو مشاهدينا، وما شاء الله تبارك الرحمن. وناخذ المركز التاسع الذي وصل، هناك المركز التاسع والغدوم القادم مشاهدينا كما نتابع وتتابعون. هنا المتحدة هنا الوصول من قبل شعار ايضا مشاهدينا مبارك من يمعة بن مغير. يا مرحبا ومسهلا، يا مرحبا يا ابو يمعة. هناك الفائزة ايضا شعار يعرف الكثير من الانجازات، يعرف الاداء الجميل، وقادم من ميدان رماح. يا سلام بمدينة العين، النقلة القادمة مشاهدينا. هنا ايضا القدوم مع بشاير لسالم بن فارس بن عفير العامري، يتقدم هو الاخر
والاسامي والمنصه بانت وهنا الشعارات بدات تتقارب من بعضها. هذا ما يدل على قوه الشوط، ما يدل على عدم الاوامر المبكره. الله الله الله، شوف التسلل، شوف اللي سللت عن شافت المنصه وبدات باندفاع وبدات بانغضاض على الصداره. كيف سلطان بن حمد بن عبيد بن حضيرم كان قائد الشوط حتى الكيل الثالث، وبدا يقود الشوط عند السادس ونصف السادس، ودخلنا في الاجواء اجواء 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 الكيلومتر الاخير، اجواء المنصه وين بدات تغترب. الله، ابدا لسعاده فرج بن علي بن حمود الظاهري، وصل الجروان، وصل من الجانب الاخر، وشوف اللي واصل، شوف اللي قادم. هذا مين؟ احمد بن محمد بن روي ما يبنى لطاري. وصلنا في اللحظات الأخيرة، يا سلام عليك يا أبو محمد يا بالروية يا راعي رماح. بدأ يتقدم والجروان الجروان الجروان راح في الصدارة، راح في المركز الأول، راح بالصدارة، راح مع هذا الأداء المميز الكبير. سليمان بن فهد بن صالح الجروان، ما شاء الله عليه، صاحبة الرمز. هذه يقولون نعم هي صاحبة الرمز في ميدان الطائف، الجروان وبالروية بالروية احمد بن محمد بالروية، ما شاء الله يجاكر راية الرمز في الصدارة. وايضا راية اداء جميل وسلالات قوية. تحية خاصة لدائم الشعار بالروية، وسلامي عليك يا ابن الجروان، سلامي عليك يا ابن طويرش، شكرا شكرا لابن طويرش. ونهني راية الرمز وراية الرمز سليمان بن فهد بن صالح الجروان، هو الذي حقق مع هوايل هذا الشوط. المركز الثاني كان لأحمد بن محمد بن روية، أتى ممتاز في الفوتو فينيش. المركز الثالثة المركز الثالث كان أداء الفائز المبارك بن جمعة بن مغير الخيالي. والمركز الرابع مشاهدينا كان الاداء من قبل وصول لسلطان بن حمد بن عبيد بن حضير. كيف المركز الخامس؟ المركز الخامس كانت لسعيد بن سهيل بالدليوي الاكتبي، هذه اللي وصلتنا وهي من الطاري عند الخط مع فنون تهانينا والناموس. نرجع لمخرجنا حسين السيد والتوقيت الزمني 12 دقيقة 45 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك هوائل، هذا هو سليمان بن فهد بن صالح الجروان، وتحية خاصة لعبد الله بن طويرش الوهيبي الذي قاد هذا الشعار. المركز الثاني 12:46 وأربعة أجزاء من الثانية كانت أيضا اللي هي الالتماس لأحمد بن محمد بن روية الخيالي له التحية، وتحية لبنايف. وهذا كان الشوط المركز الثاني. المركز الثالث 12:48 وجزئين من الثانية كانت لمبارك مبارك بن جمعة بن مغير الخيالي له التحية، بأيضا وصول الفائزة. تهانينا والناموس.